من الخرطوم ينضم إلينا مراسلنا وائل محمد الحسن. وائل، هل ما تزال الاشتباكات مستمرة في الخرطوم؟ وماذا عن تحليق الطيران الحربي في سماء العاصمة؟ نعم ريما، يبدو أن الاشتباكات ما تزال متواصلة هنا في الخرطوم، ونحن من هنا من موقعنا نشاهد أعمدة ضخمة للدخان تتصاعد من الناحية الغربية للعاصمة الخرطوم. لا نستطيع بالضبط تحديد مكان هذا الدخان، ولكن فيما يبدو أنه من نواحي جبرة أو الشجرة أو المناطق المحيطة بسلاح المدرعات، وهو أحد أهم الأسلحة التابعة للجيش، مما يدلل على أن هنالك اشتباكات في هذه المناطق غربي الخرطوم، وهي مناطق قريبة من منطقة سك العملة التي ذكر بيان الدعم السريع أنها قام الجيش بقصفها هذا الصباح. أيضا الطيران الحربي التابع للجيش قام بطلعات جوية صباحية جنوب شرقي الخرطوم، تعاملت معه المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع دون أن تشن غارات على هذه المواقع التابعة لقوات الدعم السريع. هذه الاشتباكات تدلل على أنه خرق جديد بالنسبة لهذه الهدنة التي لم تسلم من الخروقات منذ ساعاتها الأولى، ويبدو أن الجيش أيضا في سبيله للتصعيد بعد البيانات الأخيرة التي أصدرها والتي قام بموجبها باستدعاء ضباط الاحتياط أو الضباط المتقاعدين وضباط الصف والجنود، وطالبهم بالتبليغ لأقرب وحدات عسكرية تابعة للجيش من أجل التسلح، مبررا ذلك لحماية أنفسهم وعائلاتهم من عملية الاعتقالات التي تقوم بها قوات الدعم السريع، والتي طالت عدد من الضباط المتقاعدين التابعين للجيش. أيضا قوات الشرطة أصدرت بيانا ريما استدعت فيه أيضا جميع الضباط المتقاعدين وأيضا ضباط الجنود الذين تقاعدوا عن الخدمة والذين يستطيعون حمل السلاح، طالبتهم بالتبليغ لأقرب الوحدات في المحليات، الوحدات الشرطية في المحليات المختلفة هنا في الخرطوم وأيضا في الولايات، من أجل المساهمة في عملية تأمين الأحياء والمواقع الحكومية والاستراتيجية هنا في ولاية الخرطوم. نعم. وهل من مواقف سياسية جديدة صدرت اليوم بخصوص دعوة البرهان للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين بديل عن فولكر بيرتس؟ حتى الآن ريما لم تصلنا أي ردود أفعال بالنسبة للمكونات السياسية أو حتى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي كانت داعمة لمواقف فولكر بيرتس في السودان، وكان فولكر بيرتس يدعم هذه المكونات السياسية والمدنية من أجل الوصول إلى حل سياسي. كان يريد فولكر بيرتس أن يقي البلاد الوصول إلى ما وصلنا إليه الآن، ومن المتوقع أن تصدر بيانات قريبة خصوصا من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أو حتى من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بخصوص الخطاب الأخير الذي أرسله الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للأمم المتحدة، مطالبا بتغيير فولكر بيرتس ومتهما إياه بأنه قام بتشجيع الفريق حميتي للقيام بالتمرد على حد وصفه. وبالتالي هنالك أيضا ريما لا ننسى أن هنالك قد يكون ارتياح عام لدى الأوساط السودانية هنا وتحديدا الشعبية لقرار البرهان. تابعنا ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي ترى في فولكر بيرتس أنه فشل في إيصال السودان إلى بر الأمان، وأنه أحد الأسباب التي أدت وأوصلت السودان إلى الحرب الأخيرة بين طرفي المكون العسكري. شكرا وائل محمد الحسن من الخرطوم.